السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط. بالنسبة لهذا الشريط هو تذكير فقط تاريخ الفرض الثاني لأولمبياد الرياضيات 2022-2021. إذا بالنسبة للتاريخ ديال الفرض الثاني، فكما كان في المذكرة اللي كنت تكلمت عليها في واحد الشريط سابق، فالفرض الثاني يوم الجمعة 18 فبراير. إذا جميع المستويات، فكما جاء في المذكرة ديال أولمبياد الرياضيات، فرض الثاني يوم الجمعة 18 فبراير 2022. هذا بالنسبة لجهات سوس مسا. إذا نتمنى لكم التوفيق والنجاح. إذا كنقولوا نهار الجمعة 18 فبراير 2022، فاليوم فاش كاين هذا الشريط اليوم 14، وبالتالي بقي امامكم واحد 4 ايام اللي ممكن تديروا فيها استعدادات تدريبات لنماذج لاولمبياد الرياضيات جميع المستويات. بالنسبه لهذه القناه تدريس مات، فهي تحتوي على بعض النماذج، لا تبخلوا عن مشاهده الاشرطه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى شريط آخر.